بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في مكعب النجمة. هذا المطلوب منا أن نعدل النجمة الداخلية، نعدل النجمة الداخلية. الخطوة الأولى لتعديل هذا المكعب أني أعدل الزوايا اللي هنا، أضبطها في البداية. عندنا لو تلاحظ أن هذا عبارة عن هذا المكعب الثنائي، عبارة عن المكعب الثنائي نفسه، أربع زوايا. أنا بصراحة ضبطت هذا المكعب والوانه على شكل هذا، لاحظ هنا أخضر برتقالي أزرق برتقالي، نفس الألوان كل المكعب، علشان أبقى أراويكم طريقة الحل، إن هذا جدا سهل ومطيع. أبقى ألفه يمين فوق تحت مطيع، أما هذا لا، حاجة فيها من الترتيب علشان يطيعني. أقلف فوق أضبط هذه مع كل الوجيه. نبدأ على بركة الله الحل. زوايا نفس الزوايا اللي هنا، أبقى أحل الأبيض، هذا الأبيض وهذا الأبيض، هذا أبقى أجيبه هنا، هذا أبقى أجيبه هنا بالصورة هذه. هذا الأبيض أبقى أجيبه هنا كذا، يا سلام. الآن هذا الأبيض أبقى أجيبه هنا، يصير الأبيض مع الأبيض، فأقوم أرتب هذه. أيوة، الآن الأبيض هذا أبغى أجيبه هنا مع الأبيض هذا كذا، هنا البرتقالي، الأبيض هذا جبته مع هذا، هنا البرتقالي، يا سلام. الآن نبحث الأبيضين، هذا الأبيضين أبقى أجيبهم هنا، ما يجي على طول، ما يطيع المكعب، ما يطيع، هذا يطيع على طول يجي، هذا لازم إني أفر كذا وأفر أرتبه يعني وأفر. الآن جاء الأبيضين، الأخضر كله مرتب، يا سلام، الفكرة واضحة. الحين أقلب هذا رأس على عقب عشان أبغى أعدل الأصفر. عندنا نقطتان لونهما أصفر، وهنا نقطتان لونهما أصفر. أروح أطبق القانون التالي، وهذا أعدله أصفر أصفر، هنا هنا أصفر، هنا أصفر، مثل هذا. هذا له قانون وهو التالي،
أمام، شمال، أمام، يمين، أمام، شمال، أمام، يمين. يا سلام، استوى اللون الأصفر بالكامل. شوف أنا طبقت القانون بسهولة لأن هذا يطير. الآن لو أجي أطبق القانون على هذا راح حتى القانون تنساه لأنه ما يطير. خطوة خطوة وكل خطوة أعدل 4 دوائر. يلا نطبق نفس القانون اللي طبقناه على هذا. أبقى أمام، أمام هذا، نقول أمام. الآن أبقى شمال، شمال ما يتحرك، راح أضبطه، أضبط الشمال، الآن يتحرك. أبقى أرجع للأمام، صار ما يتحرك الأمام، راح أضبطه. هذا أمام. الآن يمين، يمين ما يتحرك، أضبط الدائرة اللي داخل. وهذا يمين، أبقى الأمام، فكل حركة تبقى تحلها تقوم تضبط الدائرة. هذا أمام. الآن شمال، أضبط حق الشمال علشان يتحرك. وهذا شمال. طيب أمام، بصراحة هذه الخطوة الأولى يعني يمكن مزعجة أو كذا، لكن بعدها يبقى المكعب جميل صراحة، يعني سهل وما في عقد مثل هذه أو نقطة ضعف. يا سلام، الآن الأصفر كله فوق. نجي هنا نبقى نعدل البقية، نشوف 2 لونهم نفس اللون، نفس اللون، أخضر أخضر أو برتقالي برتقالي، ما في. راح أطبق القانون مرتين والله يعين على هذا. راح أطبق القانون مرتين. إيش نقول؟ يمين، أمام، يمين، 1 2، يمين، أمام، يمين، 1 2 1 2. يا سلام، الحين أفره فرة واحدة هنا لأن هذا نفس اللون، وأطبق القانون مرة ثانية. يمين، أمام، يمين، يمين، أمام، يمين، خلف مرتين مرتين. يا سلام، مجرد فرة واحدة استوى المكعب بالكامل. شوف هذا سهل مطيع. نأتي لهذا المكعب نحله، نطبق عليه القانون نفس هذا المكعب. يمين، ثم أبقى أفر، ما يفر، لازم أضبط اللي جوه. الآن أمام، ثم يمين، أضبط اليمين بالأول. الآن خلف، أضبط الخلف، كل حركة أضبطها. وهذا يعني يدعيك انك تحفظ القانون عدل لان دائما راح تتخربط. خلف مرتين، الان يمين، ثم امام، اضبط الامام علشان يقدر يتحرك. امام، ثم
يمين. ثم خلف. مرتين. ثم يمين. مرتين. ضبط اليمين. الآن استوى عندي نقطتان لونهم برتقالي، الباقي ما استووا. أعيد نفس القانون مرة ثانية علشان يستوي نقطة كل النقاط عدل والمكعب كله عدل. يمين، أضبط اليمين، ثم أمام، ثم يمين. ثم خلف نفس القانون السابق. الآن يمين ثم أمام، أضبط الأمام علشان يستجيب معي ويتحرك. الآن يمين ثم خلف مرتين، واحدة ثنتين. الآن يمين مرتين، واحدة ثنتين. لاحظ استوت الألوان، باقي أفر اللي فوق وهي آخر خطوة علشان تضبط الألوان مع بعضها حركة واحدة. يا سلام، الآن كل الألوان استوت وهذا صار مثل المكعب الثنائي نفسه، باقي الدوائر اللي في الوسط. باقي الدوائر اللي في الوسط إن شاء الله نلقاكم في الجزء الثاني لحل باقي المكعب، والسلام عليكم ورحمة الله.